قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان الجزء الثاني من حلقة نحو الوحدة، حيث استضاف البرنامج القس الكونان فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، فيما كانت هناك مداخلة عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين حول موضوع الحلقة وهو أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والغاية من ذلك أن نحمي أنفسنا ونتشارك فيما بيننا بما يجمعنا ويوحدنا. فإلى هناك. وهذا موضوع الوحدة السيس فايق، يعني هذا عم بيكون شوية بيسبب حالة من الإرباك بالجماعة المؤمنة، إنه موضوع الوحدة ما هو المعنى من موضوع الوحدة، مع إنه إحنا فسرنا الأسبوع الماضي وأبونا فرح حجازين أيضا شرح موضوع الوحدة وهو وصية السيد المسيح لنا كما جماعة واحدة. الكل شاعر وعارف إنه بحاجة إلى هذه الوحدة، بحاجة إلى ليس فقط الصورة وإنما الجوهر، في إنه إحنا اليوم بفكرنا بإيماننا بعلاقاتنا، يعني صعب إنه نتحدث اليوم بإنه إحنا في عنا لجان تعمل مع بعضنا البعض، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس الكنائس العالمي، المجالس المسكونية تحدثت عنها، كل العائلات الكنسية موجودة، لكن إذا إحنا جلسنا فقط من أجل العمل والعمل الإداري والمالي بتروح الروح. وروح الرب بده منا يجمعنا، نتحدث ونصلي. إحنا بتعودنا كمسيحيين في كل شيء بنبدأ فيه بالصلاة، لقاء بسيط، اجتماع، حتى على وجبات الطعام المختلفة. قبول الآخر هو إشي مهم جدا. اليوم إحنا منعلم قبول الآخر، لكن اليوم بحاجة لممارسة قبول الآخر، اليوم بحاجة لممارسة يسوع المسيح في يوم خميس الأسرار. هو اللي غسل أرجل التلاميذ، مش التلاميذ غسلوا رجليه. هو اللي قبل الكل وكان بيعرف، كلياتنا من الكتاب المقدس متأكدين زي ما الرب يسوع المسيح متأكد في ليلة تسليمه وليلة موته على الصليب كان في خاين بيناته. احنا مش عم نحكي على خاين، لكن عم نحكي على قبول الآخر، عم نحكي على الإنسان اللي احنا ممكن لا أتفق معه بالفكر، لا أتفق معه بالعقيدة، لا أتفق معه البعض بيحطها في الإيمان، لكن لازم أتفق معه إنه الروح، روح الرب يسوع المسيح حلت علينا جميعا بدون استثناء يوم العنصرة. إذا بنفكر في صلاتنا اللي باليوم اللي إحنا بنحتفل فيه احتداء القديس بولس، الصلاة اللي بتتخذها الكنيسة والأنجليكانية الأسقفية في العالم تتحدث: اللهم الذي بكرازة القديس بولس الرسول المبارك جعلت نور الإنجيل يشرق على العالم كله. هو اللي سافر من منطقة لمنطقة ما كان يهتم إلا بنشر كلمة الرب يسوع المسيح. نور الإنجيل، الإنجيل اللي بنعرف من أول مرة استخدمت في إنجيل القديس مرقس وكانت معناها الخبر السار. إحنا نوصل الخبر السار اليوم إذا ما في عنا صلاة وحدة اللي من آمن بقوة الروح القدس وبقوة الصلاة. إحنا منصلي من أجل المرضى ليشفوا، منصلي من أجل رحمة ربنا على الموتى مشان يخذهم عنده على منازله الكثير والأمجاد السماوية، منصلي من أجل المعجزات أن تقام، من آمن بالمعجزات التي عملها الرب يسوع المسيح ومنصلي من أجل المعجزات في حياتنا. معقول ما من آمن إنه الوحدة ممكن تكون حتى لو معجزة يعطينا إياها الرب؟ إحنا إذا بنتبع عمالنا منعلم الكتاب المقدس، إذا منعلم الكتاب المقدس وبنيجي على العقيدة، الناس اليوم الفرح اللي شفناه مبارح بالخدمة، ما ولا واحد فينا سأل عن قضية العقيدة والكنيسة، كلياتنا شايفين إشي واحد، تمجيد اسم الرب، وأتينا لنسجد له. ما كان في إشي ثاني، ما كان في الأساقف الموجودين مع الأباء الموجودين مع الشعب الموجود، كان كلياتنا في تركيز واحد، نصلي من أجل وحدة المسيحيين.
ابونا فرح حجازين، اهلا وسهلا فيك. شكرا. صباحك نور يا ابونا. الله يصبحك صباح القسيس الغالي. الله يسعدك يا رب. ابونا فرح، نحن حبينا نكمل الحلقه اليوم كمان موضوع الوحده في منظور اخر، كيف انه يترجم موضوع الوحده في حياه المؤمن، فتفضل ابونا. شكرا، بس ملاحظه بسيطه، انه يا ترى مش لازم نتوقف عن الصلاه من اجل الوحده بعد انتهاء اسبوع الوحده؟ نعم، نكمل طول الحياه طول السنه، لان هاي نيه غاليه جدا على قلب يسوع. فللمره الثانيه بتحدث عن الوحده. المره في نقطتين، النقطه الاولى الواقع المرير، النقطه الثانيه ماذا يجب ان نعمل. نعم، اولا الواقع المرير اتجاه العالم المعاصر نحو الوحده على كل المستويات، سياسي، اقتصاد، تجارة، اتحاد بنوك، اتحاد مؤسسات، اتحاد شركات. لما في الوحدة من قوة تحقيق مصالح ومكاسب لكل الأفراد. للأسف لا نرى مثل هذا الحماس عند رؤساء الكنائس المختلفة لتحقيق وحدة الكنيسة، هذه الوحدة الغالية على قلب يسوع، ومن أجلها صلى في العشاء الأخير: يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. إن أبناء الظلمة للأسف أحكم من أبناء النور في هذا الميدان. إن واقع الكنيسة الحالي مؤلم ومرير جدا، عندما نرى كنيسة المسيح وقد تجزأت وانقسمت إلى مئات بل آلاف الكنائس، ترتب كل واحدة منها وراء مصالحها الخاصة. إن الانقسام في كنيسة المسيح هو سبب شك عند الأمم وحاجز لهم من الدخول في كنيسة المسيح، إذ يقعون في الحيرة أمام الكم الهائل من الكنائس فيحتارون أيها يختارون وأيها تنطق باسم المسيح وأيها كنيسة المسيح الحقيقية. إن الانقسامات تضعف الكنيسة، فبدلا من أن تتجه نحو العمل المشترك في تبشير العالم تتماحر بعضها مع بعض حول الأمور الدنيوية وتنسى غايتها ورسالتها في العالم، حيث يجب أن تتكاتف الجهود وترص الصفوف وتصفى القلوب وتقدس النفوس وتجند الطاقات في خدمة الهدف ألا وهو اذهبوا وتلمذوا كل الأمم.